قاطي لو محتاجني يبقى ملعون ابو صاحبي، صدق اللي قال الحي ابقى من الميت. امشي امشي يا كلب يا وسخ. مساء النور. لو سمحت في حجز باسم عمر وسلوى. ساميه. اسمك ايه؟ سلمى. اتفضل حضرتك جوه. ايوه كده. ساميه واحمد. ساميه واحمد. ركز معايا ركز معايا بقى يا عمر، عايزه اقول لك حاجه قبل ما ندخل. ايه؟ بص دلوقتي احنا اول مره نقابل احمد خطيب امير. انا عارفه انك بتستثقله، بس عشان خاطري عشان خاطري حاول تبقى لطيف معايا وحياتي، اوكي؟ اهو على فكره بص هو اسمه ايه؟ كفايه بقى بربره. بس يا عمر اسمه احمد عشان انت دايما بتنسى اسمه. منور يا ابو المراوح. يا انكل. منوره يا قادره. عمر قدم لك خطيبي احمد. احمد احمد احمد. والله اربعه احمد. ها ازيك يا احمد، وحشني. ده انا من معجبينك. سلمى مراتي. سلمى 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 سلمى. اهلا 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 اهلا. انشنتي يا مدام. رقيق قوي احمد. جميل جميل. وبعدين قديم قديم قوي يعني. اتفضل. انشنتي يا عمر قوي. يا جماعه كلنا سمعنا اغنيه يلا مع السلامه بتاع كريم وشادي، هنسمعها النهارده من الفنان الصاعد كريم محسن. هتخفي الترابيزه ولا ايه؟ ميرسي يا توأم روحي. بالهنا والشفا يا نور عيني. يا مداوي جروحي. بقول لك ايه حياتي، ممكن اروح تواليت؟ يا حبيبتي ثواني. اتفضلي. هتوحشني قوي. ما تغنيش عليا. بقول لك ايه؟ رني لي اول ما تخلصي حمام. خديني معاكي يا اميره. شايف؟ شايف بيعمل معاها ايه؟ اتعلم. اتعلم؟ اقطع دراعي بعد الجواز. شايفها الفوطه دي؟ صاحبتك هتموت مشنوقه بيها. وعلمي على كلامي. ولا ايه يا ابو المراوح؟ ما قلتلناش بقى الدكتور قال لك ايه؟ هيكون قال لي ايه يعني؟ هما شويه حساسيه على الصدر. صدر برضو طبعا، ما هو من هوا المروحه. مروحه؟ يا ريت، دي حتى المروحه في الصيانه. ما بتسترش ابدا. بس يا باشا نتدب، احنا برضو ستر وغطى على بعض. على بعض؟ عملتها على بعض؟ اخرس. بكره تكبر وتمشي مطاطي زي الخروف الحولي واطيه. بالسم. قمر، اميره قالت لي انك حد لطيف جدا. نعم؟ اميره قالت لي انك حد لذيذ بس. والله مش كنت لطيف من شويه؟ يا سيدي لذيذ لطيف يا كلها حلويات. يا يا عمر. ده انت بصراحه حد بطيء بطيء جدا. ما تنجز بقى يا عم وتتجوزها. في ايه كل ده عمر؟ يا بطيء عمر، ما ينفعش كده بجد. ما ينفعش حد يعمل في حد كده اول مره يشوفه. تقيل تقيل يعني تقيل. وبعدين انت عارفه انا ما بحبش كلمه حد دي. معلش يا حبيبي معلش، عشان خاطري هو ما يعرفش اشرفه.
خليك لطيف معي والنبي. اهو لا الطف يا عمر عشان خاطر لا تضحك تضحك في وشه الطف يا عمر. ايه بقى؟ بصوا لك من بقه. خلاص رودي معلش انا اسف، واضح ان انت قعدت على ايدي من غير ما تاخدي بالك يعني. اه سوري يا عمر. اه لا يهمك ولا سوري. انت متاكده ما كنتش واخده بالك؟ لا ما كنتش واخده بالي والله. والله ازاي ده الساعه اتشفطت يعني. ساعه ايه؟ الساعه انا كنت لابس ساعه دلوقتي شوفي كده. لا ما فيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بقى انا كنت لابس ساعه. لا افتكر كويس. اه اطلعي اطلعي بالساعه بقى بطلي حركات. بس يا عمر بابا. رودي اطلعي بالساعة. عمر عمر ايه؟ عمر ايه؟ الساعة فين؟ خلاص ما تكسبش البنت خلاص. الساعة بس يا عمر بس. ادي اللي بناخده من صاحباتك. دخل عليك الموضوع ان هي ما لقتش الساعة وبتاع. والله كنت لابس ساعة، الساعة بتاعتي الكبيرة ما انت عارفاها. ساعة يعني مش هينة يعني دي منبه. بس يا عمر حرام عليك كسفت البنت النهاردة قدام الناس. كسفت البنت؟ أنا أساسا لو كنت سبت إيدي شوية كان زماني طلعت من غير دراعي. امشي تبطل قلة. والله ايه تحب انزل اجيب لك نمره تليفونها طالما الاباجوره اللي جنبك مش ماليه عينك. تكلمين انا؟ ما تستعبطش يا عمر بكلمك انت. سلام انا ما بستعبطش وما بصيتش لحد. لا بتستعبط وبصيت لها وانا شفتك. هتفضلي طول عمرك كده؟ اي لحظه حلوه بتعدي علينا لازم تقفليها بنكد. يا عمي ما تقوم تتحرك يا راجل انت. انت ايه التناكه اللي انت فيها دي؟ انت بتاخد تن. استاذ عمر يا استاذ عمر. استاذ ايه بقى انت غريب فيها استاذ جفه كمان. انت بتضحك. شوف رغم المشاكل اللي انا فيها دي كلها بس انت الوحيد اللي ما بنساكش. جبت لك بلاي ستيشن احدث من اللي عندك. يا بوي ده انت قديم قوي يا استاذ عمر. دلوقتي في وي وي. انت كمان عارف الوي والنبي تخسرها في اهلك. سلمى حبيبتي يا سلمى. ايه انت تقولت كده ازاي؟ طول عمرك دمك خفيف يا عمر وحتى لطيف خالص. حد انت برضه بتقولي لي حد؟ انا ما بحبش الكلمه دي بس منك هبقى حد. واتنين وتلاتة واربعة تاني حد. واتنين وتلاتة واربعة بس الخميس ده ليل تاني. اصل ليلة الخميس ليلة ابليس وكله بيهيس. سافلة اوبا